أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التي أعلنها مساء أمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وبشأن اللاعب نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهاية الموسم كما تردد في الأونة الأخيرة. وكان المستشار مرتضى منصور قد أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم. ويقرر رئيس النادي عرض سيف الدين الجزيري للبيع وتوقيع غرامة مالية على محمود علاء 200,000 جنيه للإساءة للجماهير وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.